في رحلة الحياة بكتير من الناس إلا من رحم ربي سبحانه وبحمده لما بيكون عنده مشكلة أو محتار في أمر معين أو حتى بيستشيرك في حاجة معينة سواء الحاجة دي كانت في أمر من أمور الدنيا أو في أمر من أمور الآخرة وبتشير عليه بالتوجه إلى الله بعبادة الدعاء فبتلاقي جملة كده أيًا كان هي إيه لكن في آخرها كلمة بس وكأنه عايز يقول لك يعني هو الحل في الدعاء وبس والنقطة هنا مش قصد الحائر أو المستشير لإرادته مثلًا في حلول أو خطوات تانية، النقطة هنا استعمال لفظ البسبسة من صح التعبير في الاستفهام واللي بيدل على التهوين أو التقليل من شأن الدعاء. وصراحة الجملة دي يا جماعة جملة الدعاء وبس ما بتطلعش من المؤمن بالله حق الإيمان أو عبد مقدر لجناب الرب سبحانه وتعالى لأن الدعاء هو رأس الأسباب بل دعاء الله عز وجل هو راس الفرج واوسع الحيل واعظم الاسباب مطلقه حتى للي يملك كل الاسباب الدنيويه لانه معرض للخذلان وعدم التوفيق وان كان ظاهر الامر النجاح او التوفيق لانه سلب معيه الله وتوفيق الله واختيار الله له وخصوصا ان ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالاجابه فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال جل في علاء أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذا نكسر يا رسول الله قال الله اكثر وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ما على الارض مسلم يدعو الله عز وجل بدعوه الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بمأثم او قطيعه رحم. فكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح وشارح نفسه بنفسه لكن الاشكال هنا بيكون في تقدير العبد والفرق ما بين جوهر الاستجابه وصوره الاستجابه في ذهن الداعي وتصورها في شكل معين والا بيعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى لم يستجيب ليه، مع ان الاشكال ده النبي صلى الله عليه وسلم وضحه من الاساس بقوله صلى الله عليه وسلم الا اعطاه بها احدى ثلاث اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخره له في الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، ففوريه الاجابه بتصور الداعي الذهنيه ليست بالضروره هي الافضل او الاصلح في حق الداعي ولتوضيح المعنى ده قال ابن عطاء رحمه الله انما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه وقال ايضا ربما منعك او ربما اعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء ويؤكد انتفاع العبد مطلقا لعباده الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع مما ينزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء شاهد من كل سرد الآيات والأحاديث اللي احنا عمالين نقولها عشان نحض العبد ونوجهه لقيمة وأهمية الدعاء الدعاء في رحله السير الى الله عز وجل اللي احنا عايزين نقوله استمسك بهذا النوع من انواع العبوديه اللي بيغفل عنها كثير من الناس الا من رحم ربي سبحانه وتعالى وانشغل بالله وثق باختيار وتدبير ربنا سبحانه وتعالى ليك في رحله الحياه ولا تنسى ان انت بتدعو الله عز وجل وانت موقن بالاجابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك